السلام عليكم. بحث المهندس عماد خميس وزير الكهرباء والدكتور عدنان السخني وزير الصناعة سبل التعاون في مجال صناعة مستلزمات القطاع الكهربائي وتطويرها وصولا إلى إنتاج جميع هذه المستلزمات محليا، بما يحقق وفرا كبيرا ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. بين وزارتي الكهرباء والصناعة ضرورة ملحة تمليها الحاجات الوطنية تحقيقا للاكتفاء الذاتي ودعما للصناعات الوطنية والارتقاء بها. من هنا ركز الاجتماع بين الوزارتين على آلية تطوير العمل في معمل الكابلات بما يتوافق مع الاحتياجات التي فرضتها ظروف الأزمة، ورفع وتيرة العمل في مجال صناعة الأبراج الكهربائية وتطوير صناعة العدادات الكهربائية، إضافة إلى الإسراع بالعمل في مجال صناعة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي. إضافة لما هو متعاون فيه سابقا بيننا وبين وزارة الصناعة من خلال صناعة الكابلات ومتمماتها وكذلك الخلايا الشمسية والسخان الشمسي، تم مناقشة تطوير العمل في هذه النقاط، إضافة إلى وضع خطة تعاون جديدة من خلال تشكيل مجموعة عمل. هذه مجموعة عمل ستقوم بدراسة كافة مستلزمات الشبكة الكهربائية وما هو ممكن أن ينتج محليا أو البدء بوضع خطة لإنتاجه محليا. الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة أشار إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في مجال تأمين مستلزمات قطاع الكهرباء. هذه المسألة تحقق بعد وطني وكذلك بعد تنموي وتحقق تكامل بين الوزارتين، حيث أن مستلزمات وزارة الكهرباء إذا قامت وزارة الصناعة بإنتاجها هذه المسألة بداية ونهاية تحقق جدوى اقتصادية وكذلك تحقق خدمة بمعزل عن الحظر والحصار الاقتصادي الذي مورس على سوريا. الشراكة بين وزارتي الصناعة والكهرباء لا تبنى على أساس استجرار المواد المصنعة فقط، وإنما تمتد إلى المساهمة الحقيقية بتكاليف التصنيع والإنتاج بما يؤمن تلبية الطلب المتزايد على مستلزمات القطاع الكهربائي، وخاصة في ظل الظروف الحالية. في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي لملاحقة المتلاعبين بسعر صرف الليرة وتهريبها، ضبطت وزارة الداخلية شركة صراف تقوم بالتلاعب بالليرة السورية عبر البيع والشراء في السوق السوداء وإرسال حوالات خارجية وداخلية كبيرة، ما يشير إلى وجود عمليات تهريب للعملة إلى خارج القطر. وأوضح مصدر في الوزارة أن التحقيقات كشفت عن وجود إيداعات مالية كبيرة في الشركة من مختلف العملات قيمة تقدر بمئات ملايين الليرات، كانت مودعة بأسماء تجار من السوق السوداء مع إخفاء مصدرها من قبل مودعيها، ما يدل على عمليات غسل الأموال. وأكد المصدر أن وزارة الداخلية ستتخذ بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي جميع الإجراءات الرادعة، وستكثف الحملات والدوريات على الشركات ومكاتب الصرافة ولن تتهاون في ضبط المتلاعبين بالعملة في السوق السوداء وتوقيف المتعاملين بها وإحالتهم للقضاء المختص لمحاسبتهم وفقا للقوانين والأنظمة. اللجنة الزراعية الفرعية بحلب تناقش الوضع الزراعي في المحافظة ونسبة تنفيذ المساحة المخططة للزراعة والتقديرات الأولية للإنتاج والاستعدادات الجارية لتسويق محصول القمح وآلية استخدام البذار من المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لإكثار البذار. الواقع الزراعي والإجراءات المتخذة استعدادا لاستلام محصول القمح وواقع مراكز التسويق ومدى جاهزية اللجان في هذه المراكز كانت محور اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية بحلب. خرجنا بهذا الاجتماع بهدف واحد، هو استلام كافة الأقماح الموجودة على مساحة المحافظة بالكامل ضمن المناطق الآمنة حتى لا تتعرض إلى السرقة وإلى النهب كما حصل معنا في الأشهر السابقة عندما تم الاستيلاء على هذه الحبوب وتهريبها. وجرى خلال الاجتماع عرض مدى جاهزية المديريات والمؤسسات الزراعية المعنية لاستلام المحاصيل من الإخوة الفلاحين. وضعنا بعض الآليات لإمكانية لتسويق محصول القمح ومن استلامه من الأخوة المزارعين وتحديد أماكن لاستلام وفق آليات محددة. قمنا بالتحضيرات اللازمة في صيانة الصوامع والصويمعات ومراكز الحبوب، وقمنا بتأمين الأجهزة الفنية والمخبرية، كما قمنا بتأهيل الكادر الفني والمحاسب لهذه المراكز، ونقوم حاليا بالبحث عن مواقع
أخرى لافتتاح مراكز موسمية حتى يتم استلام هذا المخزون في أقرب فترة ممكنة. كما ناقش الحضور إمكانية توفير البذور المحسنة للإخوة الفلاحين بالتعاون مع التنظيم الفلاحي الذي يبذل جهودا كبيرة لتذليل الصعوبات أمام الإخوة الفلاحين. اتخذنا قرارا باستلام كافة الحبوب وخصوصا القمح من الإخوة الفلاحين إلى المناطق الآمنة التي سيتم تحديدها لاحقا، بالإضافة إلى مكافأة تشجيعية وأجور النقل بغض النظر عن مدينة الأخ الفلاح. يتم الآن تأمين أماكن آمنة لتخزين البزار مغربل ومعقم. طبعا نحن من واجبنا وهدفنا هو تأمين البزار لكافة المزارعين. جملة من القرارات والتوصيات اتخذتها اللجنة الفرعية للنهوض بالقطاع الزراعي واستلام المحاصيل الزراعية من الأخوة الفلاحين وبخاصة في المناطق الساخنة منها. أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر من ناقص بي إلى زائد سي، رغم أنها أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة، ملقية بذلك المزيد من الأعباء على محاولات مصر الاقتراض من الخارج. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني العالمية إلى أنها خفضت تصنيف مصر على المدى الطويل من ناقص بي إلى زائد سي سي سي، بينما خفضت تصنيفها على المدى القصير من بي إلى سي، الأمر الذي يعني أن الحكومة المصرية لا تتبع استراتيجية مستدامة لإدارة اقتصاد البلاد. ولفتت الوكالة إلى أن هذا التراجع في التصنيف الائتماني لمصر يعني تراجع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المادية. وقبل الختام نتوقف مع أسعار صرف العملات الرئيسية حسب مصرف سوريا المركزي. ختاما شكرا للمتابعة وعودة إلى كينان وسمر.